ايه يا ماما؟ مش عارفة، لازم عند سعيد عاملين حفلة. هما من النوع اللي بيعملوا حفلات ورقص. سعيد طول عمره ما بيحبش الزيت، ولا مراته كمان الست بتاعت حفلات والحاجات دي. اه يبقى لازم ولادهم. هما عندهم ولاد كبار؟ قد كده، مسعد أكبر شوية، إن شاء الله هتبقى صحاب. أخبار الست غادة بنتك اللي نادي خطوبة بنته. بسم الله ما شاء الله. أي واحدة فيه؟ الست أنيسة. أنيسة؟ أنت متأكد إنها خطوبة ولا عيد ميلاد؟ اللي متأكد يا استهان، ده اللي مطلع الكاتوهات والطرفهات بنفسي وبريكت لسعيد بيه والست ناهد. استنى يا عوضي، ما تمشيش. حاضر. شباب يلا ادينا جامد فوق، شجعوا العريس جامد قوي. انت مش هتقوم ترقص بقى يا سعيد بيه؟ ما رقصتش في شباب يا عيد نرقص وانا في السن دي. اسمعنا محسن ومراد، طب عاجبك شكله؟ ده قله قيمه يا جدع. ما تقلبهاش غامه يا سعيد، انا لولا نونه وحبيبتي تعبانه كنا هنفرجك على الراس اللي على اصوله، ولا اي شاب من دول يملى علينا. اصل سعيد بيه مشجع المثل اللي بيقول احنا هناخد زماننا زمن غيرنا. يا عم بتقول ايه؟ ولا خدت زمني حتى؟ انت مش ربيت اولادك وقربت تجوزهم؟ انت بتفكر في ايه بقى؟ هما ناويين يتجوزوا امتى؟ هما مين؟ بنتك وعريسها. انيسه؟ قدامها سنه في الجامعه، ان شاء الله اول ما تخلص نكتب الكتاب. يعني بعد سنتين هتبقى جد؟ جد؟ ما انت فاكر يا سعيد؟ الايام بتجري، يلا حسن الختام. خلاص بقى يا سعيد، الأيام جريت وسبقتنا. الأيام بتجري، يلا حسن الختام. سعيد مالك يا سعيد؟ لا مفيش حاجة. هما واقف كده ليه؟ أنت تعبان ولا حاجة؟ لا هما شوية صداع بس. أنا عارف حبيبي أنت مالكش في الدوشة، معلش بس إحنا يعني بنتنا ما بتخطبش كل يوم، استحمل بقى. بالعكس أنا يعني المزيكا وراس الولاد ما جايينيش، هما شوية صداع بقى. طب يلا يلا يلا، الناس عاملين يسألوا عليك بره. يلا حاضر. يلا عريس. ليه 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 ليه
من مين ده يا سعيد؟ الشخص الدايق من سمير. مالك؟ نهاري تعالى حبيبي لا ملام حبيبي حبني ليه. وهي تبعت لنا ورد ليه؟ هو احنا كنا عزمناها؟ يا ماما ما تكبريش الموضوع. وانت يعني شايف الموضوع صغير؟ كل ده عشان الست جملتنا وبعتت لنا ورد. هيرجع تاني يقول بعتت لنا زفت؟ ما احنا كنا عزمناها، كنا قلنا معلش ليها حق، مش قادره تنسى موت جوزها، لكن دي واحده ما صدقت ونسيت موت جوزها، يعني ما عندهاش اصل. عشان بعتت ورد يبقى نسيت موت جوزها وما عندهاش اصل. من الاخر انا ولا طايقاها ولا طايقه ورده. حاضر، اهدي انت بس. اهدى ده ايه؟ وانت شايفني متجننه عليك، ما انا هادي. بصراحه مش فاهمه هي عملت معاكي ايه يخليكي حاطاها في دماغك بالشكل ده. انا حاطه حد في دماغي ولا عندي نص ساعه في النهار فاضي احط حد فيه في دماغي؟ بس في حاجه اسمها اصول يا حبيبي. حاضر، احسن حاجه ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني. انت كمان عايز تخرسني؟ انا عاوز اريحك. انا عارفه ايه اللي حصل لنا النهارده. ما كنا كويسين. مين اللي دخل علينا العماره بالسكنه الزفت الشؤم دي؟ الحق يا ماما، الحق يا ماما، الحق وتهدى. مالها ماما يا بابا؟ ثانيه واحده، هتاخد القرص وهتجوع وهتبقى كويسه قوي. خد القرص ده يا حبيبتي، افتحي بقك، افتحي بقك عشان تاخد القرص. نواز، نواز، نواز. نوال، نوال، مالها ماما يا بابا؟ بابا راحت. لا تقولي. مسرحي، مسرحي، تعالي. أيوة أنت معاك. أموري حضرتك. خد الورقة دي خليهم يكتبوها على الكمبيوتر في السكرتارية وخليهم يعملوا منها كام صورة ويعلقوها. تمت أمس خطوبة الأستاذة ابنة الأستاذ سعيد. أنت لسه هتقراها لي؟ روح وديها بسرعة. حاضر يا فندم. اوديها فين؟ السكرتارية. حاضر يا فندم. هوا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك لِلْعَالَمِينَ
رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. ألف مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. البقاء لله شد حيلك. مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. البقاء لله. سعيد بيه ألف مبروك. الله يبارك فيك. البقاء لله يا فندم. ألف مبروك سعيد بيه. الله يبارك فيك. البقاء لله. مبروك. البقاء لله. البقاء لله. كفاية يا عمي كفاية. البقاء لله. كان نفسها تاكل من تورتة الخطوبة. معلش معلش البركة فيك. مش كده يا خالي. الصبر الصبر. كان نفسها تروس مكارينا قبل ما تموت. لكن ما دعيش اتخطفت. انا وسعيد كنا جيران من واحنا صغيرين. امال ليه ما قالش ان بنته هتتخطب؟ اكيد يا حبيبتي كان مراعي ظروفنا يعني. وبعدين سعيد معروف عنه انه طول عمره شهم ويعرف الاصول. والاصول برضو يا ماما، انا حضرتك ما كنتيش بعتي ورد واحنا في الظروف دي. وما كانش يصح وهم عارفين ظروفنا ان هم يعلوا المزيكا بالشكل ده. على الاقل يراوا ان احنا في حاله حزن. اكيد يا حبيبتي ما كانوش عارفين ان احنا هنوصل من السفر. بعدين مالك بتتكلمي زي العواجيز كده؟ شفتي بقى حضرتك ربنا عمل فيهم ايه؟ اوعي يا غدا تقولي الكلام ده. انا مش عايزه اشوفك بتشمتي في حد ابدا مهما غلط فيكي او كنت بتكرهيه. انا اسفه سعيد عشان ما عرفتكش في الاول يعني. لا طبيعي كبرت قوي انا مش كده؟ كلنا مش انت بس. لا انت بسم الله ما شاء الله زي ما انت. خلاص بقى يا سعيد الايام جريت وسبقتنا. انا اللي بستغرب له ايه اللي نزل الاسهم كلها بالشكل ده يا اخي؟ سبحان الله دول زي ما يكونوا متفقين مع بعضيهم ولا ايه الحكايه يا سعيد بيه؟ ما انت برضو راجل خريج تجاره عليا وتفهم اكيد في المسائل دي. تجاره عليا ايه يا استاذ بيومي؟ التجاره العليا دي كانت ايام والدي ووالدك. استاذ سعيد خريج كليه تجاره جامعه عين شمس. يا سيدي ها كلها تجاره وكلها جامعه والسلام. الله، ولا يعني اللي بيدرسوه هناك ما هو برضه بيدرسوه هنا يا استاذ فهمي؟ ولا يعني الاسهم بتعلى عندهم هناك وبتوطى عندنا هنا؟ كله من الدولار يا استاذ بيومي، الدولار يغلى الحاجه تغلى والاسهم تبقى في الارض. والله معاك حق يا استاذ فهمي، انا اليومين دول ملاحظ حاجه غريبه قوي، الدولار كل ما سعره ينزل هناك يغلى عندنا هنا، ده بقى معناه ايه؟ ده المعنى في بطن الشاعر. الله، ما تحضرنا يا استاذ سعيد وتنورنا، ايه الحكايه؟ احنا رايحين على فين؟ استاذ سعيد استاذ سعيد تكلمه؟ لا ده انت يظهر النهارده مش معانا خالص. صباح الخير. صباح النور. الف مبروك. الله يبارك فيك. والبقيه في حياتك؟ حياتك الباقيه هي الدنيا كده. انا اسفه قوي يا استاذ سعيد. تصور انا ما شفتش علبه الحلويات الا النهارده وانا بفتح شنطه العربيه عشان اجيب الميه لقيتها ورا الاستيف. ولا يهمك يعني، كان المفروض انا اللي اخد بالي. انا حاسه ان انت زعلان مني. ما تبقيش حساسه للدرجه دي، الموضوع ما يستحقش يعني. يعني انت مش زعلان مني؟ هزعل منك ليه بس؟ وحياتك عفله. الموضوع ما يستحقش انك تحلفي بحياتك. بس خليك فاكر انا ليا عندك عزومه غدا ولا هتحمرق؟ ايه بستان مالك؟
فيك ايه؟ شايفاك النهارده كده يعني مزاجك مفنكش حبتين ومحتاج لصامويه. ايه النظام؟ فعلا في موضوع كده مفوت في دماغي شويه مش قادر اربطه. طب مش من حق اعرفه يعني ولا ايه؟ حبيبتي انت خلاص من حقك تعرفي كل حاجه. طب طلع بقى طلع طلع اللي في دماغك. مش عارف. طب انت ما تيجي نشوف مكان نقعد فيه ناكل حاجه لحد المحاضره الجايه. انت عندك حاجه دلوقتي؟ مالنا ممكن بقى تخش في الموضوع. ابويا كان عنده دكان بقاله بيطلع له منه قرشين جنب وظيفته، انما بقى بعد ما السوبر ماركت غطت البلد ابتدى المحل يجيب لي ورا. راح ابويا واخدها من قصرها وقفل المحل. طيب ليه ما حاولتوش تطوره؟ محتاج لي ثروه يورثها زي اللي بيحصل في الافلام. يا حبيبي انا لحد دلوقتي ما فهمتش هي ايه المشكله. المشكله ان انا مستخسر المحل كده وهو مقفول. طب ليه ما فكرتوش تبيعوه؟ فكرنا وجالنا فيه سعر كويس قوي، بس انا بقى طقت في دماغي حاجه. ما قلت لك خش في الموضوع. عاوز اقلبه ورشه ميكانيكا سيارات. ايوه كده هو ده التفكير الروش. صح. ها عجبتك الفكره؟ تجنن. صبرك عليا بقى، ما هو الحلو ما يكملش. ليه بقى؟ يعني المشروع محتاج على الاقل 25,000 جنيه. طب من الاخر انت معاك منهم كام؟ كل اللي حوشه ابويا حوالي 15,000 جنيه بس. سامي تقبل شريك؟ انت عندك حد؟ ايوه بس يعني هو معهوش غير 10,000 جنيه ونايمين في دفتر التوفير. ومال بس هو يوافق واحنا نقدر نبتدي على طول. لكن انت ضمناه؟ انت ضامن يا سامي؟ ده انت متحمسه له قوي. انت تعرفيه كويس؟ وانت كمان تعرفه. انا كمان اعرفه. مين ده بقى؟ طمطم. انا. اتفضل يا ست هان. تسلم ايدك. الحساب كله 7 جنيه و75 قرش. ادي بقيت 10 جنيه. سليم عشانك يا ولدي. ربنا يخليك يا ست الكل. لو احتجتيني قول يا حواضين اقول لك نعمين او اديني رنتين. جزاك الله خير. شكرا. اي اوامر تانيه؟ ربنا يخليك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يا سعاده البيت. اهلا ازيك عاوضين؟ سعيد. الف مبروك يا سعيد. قصدي البقاء لله اولا. حياتك الباقيه. وانا بشكرك على الورد اللي بعتيه. على فكره انا يومها كنت عاوز اعزمك لكن انا عارف. وصدقيني لو اعرف انك هتيجي في الوقت ده انا كنت اجلت ميعاد الخطوبه. انا متاكده يا سعيد. انا عارفه انك طول عمرك تعرف الاصول. مش محتاجة حاجة؟ كتر ألف خير. الحق. انت تعرف حد في الجمرك؟ ليه خير؟ اصلا عندي عربية جاية الاسبوع اللي جاي. ما تشيليش هم. ربنا يخليك. انت عارف طبعا ان انا في الوقت الحالي ماليش غيركم. جري يا سميرة، انت في اي وقت تطلبيني هتلاقيني واقف جنبك. كتر ألف خيرك. عن اسمك. الكلام ده بقى قلتوه وانتوا واقفين على السلم؟ كلام ايه بس يا نهد؟ يعني هي كانت بتعزيني وانا كنت بشكرها على الورد اللي بعتته. ده كل اللي حصل يعني. ما هو لازم يبقى فيه اسباب. مره بتشكرها على الورد، مره هي بتعزيك على موت حماتك، مره بتهنيك على خطوبه بنتك، مره بتقول لك سلامتك من الكحه. ده موضوع بقى. بالعكس يا نهد، انت اصلك ما تعرفيش سميره. لا طبعا انا ما اعرفهاش زيك. هو انا اللي كنت هتجوزها ولا انت؟ يا نهد ده موضوع حصل زمان وراح لحاله. راح لحاله بالنسبه لك انت. اصل انت يا سعيد يا حبيبي راجل طيب وعلى نياتك، ما تفهمش في كهن الستات ده. كهن؟ انت يا نهد بتقولي الفاظ زي دي؟ ايه الالفاظ دي؟ مالها؟ بقولك ايه، سيبك من الكلام ده كله، ما تغيرش الموضوع. انا دلوقتي عايزه رد حاسم واضح محدد. الست دي هتفضل قاعده معانا في العماره على طول؟ افتكر يعني، لانها بعتت تجيب عربيتها ويعني طلبت مني اشوف لها حد يساعدها في الجمرك. جمرك؟ هي حصلت جمرك يا سعيد؟ ليه يا نهد؟ هو الجمرك في حاجه عيب؟ طبعا. انت عمرك سمعت عن راجل محترم خلص لواحده ست عربيتها في جمرك؟
انت مش مدحت ابن عمتك كان شغال في الجمرك؟ يا ريت تشوفي نمرته عشان اوصي عليها. لما تحملش هم، سيب لنا الموضوع ده، انا اللي هوصي. عارفه يا نهد انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه حبيبي؟ تسوق لها العربيه؟ الله يخرب عليك على خفه دمك. لو النبي نفسك في ايه؟ نفسي يعني تبقوا صحاب وتحبوا بعض. انتوا كنتوا زملاء زمان في المدرسه. ما كنتش بطيقها، ما كنتش بتصورها ولا بقبلها. ده كان زمان واحنا صغيرين، دلوقتي احنا كبرنا وعقلنا. انا يعني ايه رايك لو نعزمها هي وغدا بنتها على غدا عندنا، وغدا بقى تقعد مع انيسه وفاطمه دايما كده؟ بصراحه يعني انا مش عايزهم يحسوا انهم لوحدهم. طب ما انا عندي راي احسن، احنا نعمل لهم اوضه عندنا هنا في البيت. انا عاوز اقولك على حاجه، الست دي لازم تمشي من العماره، ما ينفعش تقعد هنا خالص. يعني ايه؟ يعني هي تروح لحالها تشوف لها بيت تاني. وده باي قانون؟ انا ماليش دعوه بالقوانين. انا ما تقوليش قوانين، تتصرف. انت مش عايز تتصرف وتطلع لها عربيتها من الجمرك؟ لا يا حبيبي بقى، تتصرف وتجيب محامي يطلعها من العماره. لا يا نهد ارجوك، انا ما اقدرش اعمل كده. ليه؟ انت عارف شقتها دي تساوي كام؟ تساوي 200,000 جنيه. احنا مش هنظلمها، احنا هنديها جزء وناخد حقنا احنا. ايوه ماما، بس احنا الحمد لله مش محتاجين فلوس. عمارتنا ورثنا، انا عاوزه الشقه، محتاجاها هعملها مطبخ. لا يا نهد ارجوكي بلاش، عشان خاطري. ارجوكي عشان خاطري، عشان خاطري وارجوكي كمان. ارجوكي؟ طب عشان خاطرك يا سعيد انا مش هقعدها في العماره دي خالص. معلش يا ست روحية، اصل انا بصراحة اليومين دول يعني مشغول شوية. بس البنت حضرت نفسها وقعدت تستناك اول امبارح. انا لما افضل باذن الله هبقى اجي لها. اعمل معروف يا باشمهندس، البنت يا اخويا مش فاهمة حاجة في المدرسة، واحنا بصراحة كده خايفين تسقط. لا ما تخافيش، اطمني ان شاء الله ما تخافيش. طيب باشمهندس هتاخد مني كام؟ يا ست روحية احنا جيران، وبعدين ما يصحش يعني نتكلم في حاجات زي دي. لا يا اخويا، دي نقرة ودي نقرة، وانا ما احبش اتعبك على الفاضي بلوشي. بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده، عن اذنك دلوقتي. دلوقتي حلالي. هيا ماما، قال لي هيجي لازم يجي ويديك الدرس، امال اسيبك تسقطي؟ يا حبيبتي يا ماما بحبك بموت فيكي. يا بنتي يا بكاشه، عارفه يا ماما انا متاكده لو الباشمهندس سامي هو اللي اداني درس في الرياضه انا هنجح وهجيب مجموع كويس قوي. تنجحي بس. يو يا ماما شوف كهن البنات. وبعدين بقى في الست روحية دي، هي وبنتها في الطلعة والنازلة مستلمني عشان ادي بنتها درس. وماله يا ابني، الناس اللي بعضها يا حبيبي. ايوه يا بابا، بس انا مش فاضي بصراحة. بقى انا مش مستريحة للي اسمها روحية دي. ليه بقى؟ انا عارفة هي بتلف وتدور على ايه. ما تخليش مخك يروح لبعيد، الست روحية بنتها لسه صغيرة ومش بتاعة جواز دلوقتي. ده متهيألك، دي هي نفسها ومنى عينها ان ابنك يتجوز بنتها. وهو الجواز ايه؟ بالعافية؟ جر الرجل. خلونا بس دلوقتي في المهم، مش انا المشروع بتاعي خلاص هنشوف النور؟ ازاي بقى؟ لقيت شريك. لازم نستفتيحة اللي كان عايز ياخد الدكان. فتيحة مين ده يا ماما؟ هو ده الشريك ده؟ امال مين يا ابني؟ حد من زمايلك؟ ايوه يا بابا، فاطمة زميلتي في الكلية اللي انا كنت حكيت لكم عنها. هو انت مش كنت بتقول ان ابوها موظف كبير وانهم من عيله مبسوطه قوي؟ ايوه يا ماما. طب ودي فيها ايه دي؟ طب وهي يعني عايزه تدخل شريك معاك في الشغلانه دي ليه؟ انت مش كنت بتقول يا ابني انها مياله ليك وانت ميال ليها؟ بصراحه ايوه يا ماما. في الحاله دي بقى يبقى مفيش داعي انك تاخد منها فلوس. انا عاوزك يا ابني دايما تبقى كبير في نظرها. ايه يا ابو سامي؟ الله، ما هي ساعتها هتبقى مراته، وما فيش فرق بين الراجل ومراته. خلاص جوزتيهم يا رتيبه، هي دي حاجه سهله؟
ده بيقول انها بنت ناس. واحنا مش ناس يا بابا ولا ايه؟ ايوه يا ابني احنا مهما كان ناس على قد حالنا. انا مش عارف انت خايف من ايه يا بابا، ده مشروع شغل وهي هتساهم فيه زي ما هتساهم في اي مشروع. طب افرض يا ابني ان الورشه دي لا قدر الله ما اشتغلتش زي محل البقاله اللي انا كنت فاتحه، يبقى ساعتها مش هنقدر ندي للبنت فلوسها. الله، جرى ايه يا ابو سامي؟ ما هي ساعتها يا اخويا هتبقى خطيبته ولا مراته. يا رتيبه ما تسبقيش باللي هيحصل. افرضي يا بنت الناس ما حصلش نصيب، ساعتها نعمل ايه بس؟ يا بابا ده مشروع تجاري، يعني ملوش علاقه بجواز من فاطمه اذا كان هيبقى فيه جواز. وبعدين دي ناويه تشتغل معايا في الورشه. ايه؟ طب وليه يا ابني هي عاوزه تبهدل نفسها بالشكل ده؟ الشغل مش بهدله يا بابا. وبعدين دي زميلتي في الكليه، يعني في قسم ميكانيكا السيارات زيي. يا ابني احنا مش قد كلام الناس، مش قد كلام اللي يسوى واللي ما يسواش. اللي هيقول ده جايب واحدة عشان ياخد فلوسها، واللي هيقعد يسأل ده جايبها منين. يا بابا إيه؟ يا بابا الدنيا اتغيرت، وبعدين دلوقتي البنت بتشتغل في كل المجالات غير كده، دي زميلتي في الكلية. ايوه يا ابو سامي دي زميلته في الكلية، وان شاء الله ان شاء الله هيبقى له نصيب فيها. بقول لك يا سامي يا ابني، اذا خدت منها فلوس اكتب لها وصل بالمبلغ. ايوه، عشان كل حاجة تبقى ماشية بينكم بالأصول. الله، هو أنت محبكها كده ليه يا أبو سامي؟ يا رتيبة يا رتيبة، أنا مش عاوز حد من أهلها يجي يقول لابنك أنت ضحكت على بنتنا وخدت فلوسها. أنا عاوزاك تمسك في بابا جامد، مش أول ما يقول لك لأ يبقى خلاص، مش عاوزين ننزل غير وهو معانا. حاضر، بس لو وافق أنت فكرت هيقعد عندنا فين؟ أه فكرت، الصالون الصغير اللي في الاوضه اللي على السلم، هنطلعه بره وهو ياخد الاوضه. تفتكر ابوك هيوافق يقعد في اوضه بعد ما كان قاعد في شقه واسعه لوحده؟ ما انا مش خايفه عليه غير من الشقه الواسعه اللي هيقعد فيها لوحده دي، مين هيخدمه بس؟ ما عنده مزاكي. لا مزاكي ايه، دي مزاكي دي تجننه، ما كانش بيقدر عليها غير ماما الله يرحمها. خلاص نشوف له شغاله ثانيه. شايفهم يعني مترصصين على الرف؟ كنا جبنا لوحدنا نفسنا واحده بدل اللي اتجوزت. سعيد انت مش عايز بابا يجي يقعد معانا، بتعقدها ليه؟ لا اله الا الله، انا قلت كده بس انا حاسس انه مش هيوافق. انت اعمل اللي عليك بس وخلي الباقي على ربنا وانا هتصرف. يا الله يرحمها، اتصورت كل الصور دي، كل لحظه جميله كانت بتمر علينا كنت بصورها فيها. حياتنا كلها كانت لحظات جميلة. وبعدين يا نهي الله، بلاش تعملي كده. فعلا لما انت تعملي كده امال انا اعمل ايه؟ انتحر؟ ما تشر عليك يا بابا. ما تقولش كده يا عمي، انت راجل مؤمن. فعلا يا سعيد، انا لولا ايماني ده ما كنتش عارف انا هعمل ايه. طب انا دلوقتي ما اقدرش اسيبك هنا، انت تقفل البيت ده وتيجي تعيش معانا. اجي فين؟ تعيش معانا ومع احفادك. انتوا اتجننتوا؟ اتجننا ليه يا بابا؟ انا اسيب بين الاطلال واجي اعيش في بيت الاشباح؟ احنا اشباح يا عم؟ انتوا فاكرين نفسكوا عايشين؟ انتوا محبوسين، او يعني كده متحدد اقامتكم. متحدد اقامتنا في ايه يعني؟ ما احنا عايشين حلو الحمد لله، وكافين خيرنا شرنا مالنا. على العموم انا مش هقدر اجي معاكم، انا هفضل هنا في وادي الذكريات. ايوه يا عمي، بس يعني مين هيشوف طلباتك هنا؟ يعني يا بابا مين هيعمل لك اكلك، ومين هيشربك، ومين يصحيك الصبح، ومين ينيمك بالليل، ومين يغسل لك هدومك، ومين يعمل لك كل حاجتك؟ حلكوا حلكوا، فاكريني عيل صغير ولا ايه؟ لا، امال مين اللي كان بيطبخ لتوأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيوكل توأم روحي؟ ما هو انا. مين اللي كان بيسقيها العصير والحاجة الساقعة؟ ما هو انا. مين اللي كان بيغسل لها هدومها في الغسالة الفول اوتوماتيك؟ ما هو انا. مين اللي كان بيحميها ويسرح لها شعرها؟ ما هو انا. يا عمي بس يعني احنا عايزين نريحك.
تريحني؟ ليه؟ قالوا لك عليا تنبل ولا ايه؟ انا طول عمري بحب الحركه والنشاط. عارف الشقه دي؟ الصبح بعتبرها ملعب. البس الشورت واجري وارمح فيها زي الحصان. وبعدين اعمل كام تمرين على المتوازيين. وبعدين اخد شاور. وبفكر اجيب عقله كمان. يعني خلاصه يا بابا انت مش جاي معانا. صدقيني يا ناهد يا بنتي انا طبعي غير طبعكم. ثم تعالي قولي لي هنا فين المكان اللي عندكم اللي هيساع صور روح قلبي وحياتي دي كلها. انا احب اي مكان في الشقه اقرب منه الاقيها بصالي. انتوا فاكرينها انها ماتت؟ لا دي لسه عايشه، عايشه معايا بتكلمني واكلمها. يعني هي بتكلم حضرتك؟ ايه مش مصدقني؟ مصدقك 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 يا عم نايد. انا مش مرتاح لمخ ابوك. يعني ايه سعيد؟ يعني انا ملاحظ انه ابتدى يخف كده. ده بيقول ان امك بتتكلم معاها، ناقص يقول انها بتقعد تتغدى معاها. يعني انا بابا كذاب؟ انت عايزه تقولي انك صدقتي اللي قاله؟ امال يعني اصدقك انت وكذب ابويا؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله لا حول الله يا رب. بص يا سعيد انا عارفه ان انت طول عمرك ما بتحبش اهلي وخصوصا بابا عشان ليه دماغ تانية خالص غير دماغك. اللي بتقوليه ده غلط، بدليل ان محسن ابن عمتك اقرب اصدقائي. انا بس بخايف على ابوك بجد. طب انا في ايدي اعمله بس يا رب. يعني انا بقترح نعرضه على دكتور يكشف على مخه. يا شيخ حرام عليك ما تفولش عليه. انا خايف عليه. بنناقشها بمنتهى الجرأة والموضوعية. أحدث وأحلى أغاني الفيديو كليب في بورصة النجوم. بس أنت مش مكسوف من نفسك؟ مين شكلي تاني؟ ليه؟ يعني إيه أغاني؟ إيه في إيه يا ماما؟ أمي أنا ما بقاش عليها 40 يوم، ما هي وأنت عمال بتتفرج على التلفزيون. وده في إيه الحزن في القلب؟ الباقي كله شكليات. يعني أنا لما حماتي ماتت اللي هي أمك، أنا فتحت التلفزيون؟ أنا قلت لك لا ساعتها؟ على العموم مردودة لك إن شاء الله. عمتك نادية لسه عايشة، بس بقى افتكرها بقى. ربنا يديها طولة العمر. وده مين ده بقى إن شاء الله اللي بيديكي مس دي كل دلوقتي يا هانم؟ ده فضل بيقول لي تصبحي على خير. انتوا لسه ما نمتوش؟ والله يا ماما هي اللي عماله بتكلمني. سيبي ودان اختك ونامي وسيبيها تنام. وانا مالي يا ماما؟ وانا مسكت فيها عشان تفضل صاحيه؟ ده هي يا ماما اللي كل ما تلاقيني ساكته كده تقعد تتكلم معايا في مواضيع وافلام. لا يا ماما ما تصدقيهاش، هي اللي عماله تتكلم على طنط تفيده ولادها وتتريق. طنطها تفيده دي اللي مش عاجباها ولادها برقبتها. هو مش مسعد هيختار واحده فيهم؟ يا حبيبتي اخوكي لا اختار ولا عايزني اختار له. عارفه يا ماما مين فعلا اللي يليق لبنات طنطا فيده؟ مين يا منسان طويل؟ فضل خطيب انيسه. والله انت قلي الادب. شايفه يا ماما كلامها دي بنت مش كويسه، مش كويسه صدقيني يا حبيبتي، انسيها خالص. انا بقى كنت عايزاكوا في حاجه، بس انا مش فاكره انا كنت داخله الاوضه ليه. حضرتك كنت داخله تقول لنا نام. لا غير نامه، انا كنت داخله عشان حاجه تانية. كنت داخله عشان ايه؟ انا كنت عاوزاكوا في ايه؟ انا ناسيه خالص. افتكرت دلوقتي، احنا جارتنا الجديده مدام سميره وبنتها، انا شخصيا ما اعرفهمش كويس، فيستحسن ما نختلطش بيهم ونعمل حدود بيننا وبينهم. ليه يا ماما ليه؟ هو انا هعيد تاني؟ ما انا قلت انا ما اعرفهمش كويس خلاص. وبعدين احنا مستكفيين بكل الناس اللي حوالينا، صحابنا وجيراننا، بناقص دول. ناموا يا ساتر.
نايم يا ماما. انا اسيب بين الاطفال واجي اعيش في بيت الاشباح؟ انتوا فاكرين نفسكوا عايشين؟ انتوا محبوسين او يعني كده متحدد اقامتكم. انت عارف طبعا ان انا في الوقت الحالي ماليش غيركم. صباح الخير يا محسن. ازيك وزي مديح؟ قول لي انت بتزور خالك اليومين دول؟ لا لازم تشوفه، مش عاجبني عقله اللي مش عاجبني، يعني لازم نعرضه على دكاترة. تعرف حد كويس؟ هو كان في حاجة تانية عايز اسألك عليها. ايه يا ربي؟ ايه؟ قريبكو ده اللي كان شغال في الجمارك. ايوه تامر الشربطلي، هو لسه في الجمارك؟ عظيم. طب ممكن تديني نمرته؟ بس بقولك ايه، اوعى تقول لي نهد مراتي ان انا خدت منك نمرته. ها اوعى تجيب سيره ليها. قول النمر. ايوه 8. ماشي خلاص، اوكي يا محسن. لازم تروح تشوف خالك بقى عشان نشوف هنجيب له الدكتور ازاي. مع السلامه. لازم جايب حاجه للمدام من بره وعايز تعملها لها مفاجاه. يعجبني ذكائك. ويا ترى بقى ايه هي الهديه دي؟ انت مش بتقولي ان انا اعمل لها مفاجاه؟ عشان اقول لك على المفاجاه وما اقولش لمراتي؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. ايه ده؟ ايه اللي دخلكم هنا؟ انا منبه على المساكن ما حدش يدخل هنا خالص. ايه؟ وكلم غير بواب؟ ومين الهلف اللي معاكم ده؟ ده ما تكلم يا محسن. ده واحد صاحبي يا خال. صاحبك؟ ايه؟ قهوه؟ جاي عازمه على فنجان قهوه في القهوه؟ لا هو الحقيقه يعني، واحنا لما ما تتكلم يا سعيد. ايوه اصل انا ومحسن متفقين نيجي نزور حضرتك نطمن عليك، فاحنا جايين في السكه قابلنا صاحبه، فقال لي رايحين فين؟ قلنا له رايحين نطمن على عمي، قال ممكن اجي معاكم اونسكو؟ مش ده اللي حصل يا دكتور؟ دكتور؟ كمان دكتور؟ ده انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد الدكاتره. يلا من هنا، يلا على بره. يلا يا اخويا يلا مع دواء روحي. مش عايز اشوف خلافه خصوصا الهلف ده. حياه امي لو شفتك كده تاني بالرصاص. بره تعالى بره. يعني ممكن يفوت عليك امتى تاني يا عمي؟ ما تفوتش، كلمني بالتليفون. ايه رايك يا دكتور؟ في الحقيقه ما عجبتنيش نظرات عينيه. انت فاكر الكلام اللي قاله؟ اللي هيقابلها دي تبقى المرحومه مراته. انا بقى شايف غير كده خالص. شايف ايه يا محسن؟ بيفهمنا عشان نقدر نشخص الحاله. انا حاسس ان خالي عنده واحده ست. امال هتكون واحده ايه يا دكتور؟ لا يا محسن بلاش مخك يروح لبعيد. يا ده مهما كان خالك كان بيحب مراته ومخلص ليها. انت بتصدق يا سعيد؟ انت ما شفتش عمل ايه ساعه ما ماتت؟ كل ده شغل اوامض. احنا مش في الكلام دلوقتي يا جماعه. مش انت اللي طلبت معلومات عنه؟ من كلامكم ده واضح ان عنده انفصام في الشخصيه. بس لو سمحت يا دكتور، يعني لو قابلته تاني مفيش داعي تقول له التشخيص ده، لان هو عموما بيكره الدكاتره. ده مره تعب شويه مراته جابت له دكتور امام البلكونه. ده يبقى مجنون رسمي. مش دايما، ساعات وساعات. تحب تجيله وقت تاني يا دكتور؟ لا 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 لا، من الواضح ان حالته خطيره، لازم تنقلوه مستشفى الخنكه فورا. من غير ما تكشف عليه؟ اكشف عليه هناك في المستشفى، لكن ده حالته خطر انا مش مستغني عن عمره. طب اتفضل يا دكتور. ماما نعم. عايز فلوس عشان بكره هصور ورق، وانا الصبح ببقى مستعجل بنسى اقول لحضرتك. انا مش هنسى.
في حاجه يا ماما؟ مفيش، بس افتكرت خطوبه اختك. اه، عشان تيت الله يرحمها يعني؟ الله يرحمها. معلش بقى يا ماما، كلنا هنموت. طب لغايه ما نموت بقى واحنا عايشين كده، انا عاوز اجوزك. طب مش هخلص يا ماما جامعتي الاول وبعدين نفكر في موضوع الجواز ده؟ وانا هجوزك النهارده. احنا هنحجز بنت من بنات تفيدة خطوبه يعني، لما تاخد البكالوريوس تبقى اتجوز. طب يا ماما عينيا هفكر. هات فلوس بقى. صباح رباح. بيثبتني.